حقيقة هذا الارسال جول. ماذا هناك؟ هناك جول، ولكن جول ملغي، جول ملغي، هو جول ولكن غير ملغي، غير شرعي، هذا ملغي بقرار من الحكم. يقول ان اللاعب اخذها بيده، والاخذ باليد غير قانوني. يوفنتوس هجمه سريعه وتلعب مقطوعه، وفريق الخط يحاول. يا سلام يا سلام، براس يسيطر على الكره، وتمريره بين الكره سريعه، وهنا خطا لصالح فريق الوعد. الوعد الان البستان يعادل الوعد في عدد الهجمات الضايعه او عدد الفرص الضايعه، يعني تكافؤ صريح بين الفريقين. فراس تتخلص فريق البستان. اليوم البستان يلعب في الفانيلة الزرقاء، وتعودنا عليه يأتي في اللون الأصفر. نعم، اللعب فريق الخط. هو بين المدافعين، تمريرة مالك حاول يبحث عن زميل ضابط الإيقاع، وكرة سريعة لفريق الخط، تمريرة من منطقة الجزاء ولكن تتخلص. ما لها أحد. في جهد داخل الملعب يبذل من قبل اللاعبين، ولكن بلا نتيجة. لا نتيجة إيجابية، وخطرة هذه الوعد ولكن مقطوعة. يتمرر كرة سريعة البستان، ماشي تمريرة. يا سلام الداوود، تطول على الداوود، كرة عالية انقطع. واو، يا سلام، يا عيني على الثقة هذا كده. الثقة ضرورة في كرة القدم، يعني سيطر على الكرة، حاول يعدي، يحاول وين؟ الجانبي تلعب تتخلص وتعود بالراس، وفي خطأ لصالح جوفنتوس. الوعد الصادق يسيطر الصدرة. يا سلام، كرة حاول ولكن معاه صفوات، يلعب له كرة، ماشي إلى السجاد. حقيقة من أبرز الفرص التي جرت في هذه المباراة هي فرصة للوعد الصادق، لولا تألق حارس مرمى فريق البستان عوجان لكان هناك كلام آخر، لكن تألق. اللعب فريق البستان، تمريرة المدافع إلى حارس مرمى، وبسرعة لائقة كرة تتخلص. طبعا ليلة البارحة تعادل الشمال مع ميلان، وايت فاز على المقيع 1-0، وكرة سريعة الوعد الصادق. يا سلام،
خطرة هذه خطرة وين يا عزت ماشي الوعد الصادق مرر انقطع يعني واحد 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 يا خالصنا يا حسين حسين هلال هذا الشخصيات الفتة عطي معلومة عدل يا حسين لا تنسينا ود اللعب بالراس البقيه تعادل معه وانتي يوتن سبورت الغريب مع جزيرة دارين واحد كبر جزيرة دارين ومن بعد الوعد الصادق الله على نادي التوبي يخسر من الحوامي بهدف مقابل لا شيء اللعب فريق الخط خط باللون الاحمر سيطر على الكرة ماشي يا عيني يا عيني الوعد الصادق تمريرة بينية فستان تكتل دفاعي ولا احلى ونلعب داود الى العقيلي وكرة سريعة سريعة سلام فستان فستان خطرة هاني لا 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 يا كابتن يا كابتن ضاعت الفرصة فرصة اخرى ضاعت على الفستان كرة عالية الزاير عقيلي مقطوعة مقطوعة يحاول تمريرة سيطر على الكرة يموه يا ولد يعدي يتوزع وين صعبة شوي تكتل دفاعي صريح من قبل الفستان وهجمة مرتدة تعود مرة ثانية وسط الملعب فريق الخط خطرة هذه خطرة يحاول عدي ولكن المدافع وهناك خطأ لصالح فريق الوعد الصادق والحكم يدعو اللاعب للالتزام بالهدوء كرة عالية بالراس بعيد تسديدة الله 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 بتخلص والصراع على الكرة وفي خطأ لصالح البستان بتمرر فريق جوفنتوس تمريرة تعود ومحاولة تنظيم هجمة لفريق الجوفنتوس خاطئة الله 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 خطأ دفاعي وكرة احاول الوعد وخطرة هذه بعيد كرة طويلة وحارس المرمى الهدف الأول أحمد يسجل الهدف الأول لفريق الجوفنتوس يعني ما هي فرصة صريحة نصف فرصة لكن اللاعب أحمد متألق حقيقة وعالجها وما توقعها الحارس لا يلام الحارس بهذه النقطة ما توقعها والهدف الأول يا سلام بين مكان يا سلام تلعب ماشي كرة سريعة تتخلص الجانبية الجانبية الوعد الصادق شوف انت تسجل الهدف هجان يوجه لعيبته يقول راي اترك الكرة الوعد الصادق والفستان هنا ما في تعادل هنا تقدم
ولكن بكير على نهاية المباراة، بكير على حسم النتائج. نتيجة لا تنتهي. نعم عمي، 3 دقائق الوقت بدل الضايع، والمنافس متقدم. وهنا الوعد الصادق، الوعد الصادق، كرة سريعة ماشي، لا 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 يا 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 يا. البستان هجمة مرتدة. وهنا دقيقة واحدة بدل وقت الضايع، والكابتن عباس حيان يعجز اللسان. الكلام يعجز الكلام. يا سلام يا عيني، تتوغل خطرة، هذه خطرة تنفيذة. جول 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 جول. الوعد الصادق يجول. الله 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 الله. الهجمات الكثيرة، محاولات، وحقيقة الوعد الصادق. حماد عدى هنا، وكرة سريعة. يا سلام حماد، تسديدة. الله 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 الله. أتنى تمريرة، يحاول وفي خطأ، خطأ لصالح فريق الخط. اللعب إلى سجاد، سجاد. الله يا عيني عليك يا فنان انت، قلت ابتسم اتجاههما بالسماء. اللعب تتخلص 1-1، نتيجة ايجابية. سجاد تلعب. يا سلام عليك يا سجاد، يا كبير انت، لاعب فنان. سجاد حي تلعب، سيداي سيطر على الكرة. تلعب الى حماد، وفي خطأ لصالح البستان. البستان متعادل، البستان وافضلية نسبية في الشوط الثاني. البستان وسجاد، سجاد كرة سريعة، كرة سريعة الخط، يحاول قرر. سجاد، سجاد عالية، يا سلام. الله الله، يا عيني يا عيني، حلوة يا سجاد وحلوة يا زاير. يا حسن بالراس عالجها، ولكن اصطدمت بعد اللعيبة الجانبية. وين يا كابتن كرة؟ الجانبية، طلع الكرة الثانية. أيوة. بالراس اللعب تعود. يا سلام الوعد الصادق. تمريرة كرة سريعة مقطوعة. وين تسديدة؟ وين؟ الله الله الله. الزاير اللعب سيطر على الكرة. وين؟ يحاول يعود الى الخلف، الخلف يحتاج الى تعامل معين. خطا خطا خطا. اللعب لا يزال النتيجه هنا تقدم في الجوف القصص. الخط حتى هذه اللحظه لم يعد الى المباراه بالنتيجه. فكرت صفار. مسكين ولد صغير. يعني براعه مدير. اي صغير. ناقص لاعب ولكن يقدم اداء جميل. اداء رائع مع زميله فريق الوعد الصادق. والنتيجة لا تزال تعادل الفريقين، وهنا تقدم فريق الجوحة.
وحتى هذه اللحظة فريق اليوفنتوس متقدم وقادر على الحفاظ على المرمى. سريع الجانبية وفي خطأ في لاعب. سلامات يا كابتن. شوف شر يا شباب يا حلين هلال. شوفوا الأولاد لاعب الشباب اللعب وتسديده. فريق البستان يحاول البستان الى حارس ملعب كوره. يعني في ناس تستمتع يبغى يستمتع. انا لاعب ابغى استمتع. كره خطيره هنا وفي لاعب مصاب سليمه وان شاء الله يقوم بالسلامه. و هجمه سريعه البستان. يا ساتر سجاد يقوم بادوار حقيقه ظهير ايسر ولكن يقوم بدور صانع اللعب. وكرة سريعة نلاحظ ان فريق اليوفنتوس انضباط معي. مالك الديني الى وليد يحط عطيه لكن على المدافع يا سلام ثقة عالية. كرة ثقيلة هجمة مرتدة. حارس مرمى فريق الخط وقام اللاعب بالسلامة. ما تشوف شر يا عقيلي. مصطفى حسين اللاعب يستأذن. تفضل يا مع الفاول. استنى يا مصطفى. كرة خطيرة الخط. ابراهيم يسيطر على الكرة. يلعب و تعود واشتد الاوار على قولتهم. والكرة سريعة ومحاولات عفيفة. هجمة مرتدة سريعة هذه عدة من واحد عدة من اثنين. الله 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 وفي خطأ لفريق اليوفنتوس. الوعد الصادق وبن حماد الخطير وتنقطع وركلة زاوية. 5 دقائق بدل الوقت الضايع. 5 دقائق من نار سجاد. يا عيني عليك يا سجاد. وتنقطع ويبحث عن زميل. وين تعود الكرة الى فريق يوفنتوس العوانية. وهناك يرفع الحكم. هذه كم دقيقة؟ أنا ما شفته. 5 دقائق تسلم يا ابو سجاد. الكابتن حسين الرويعي وكل الله. يا ساتر. كرة سريعة البستان بالراس. إلى حماد. الى سجاد يحاول وخطأ. ما فيها شيء البستان. وين وحارس المرمى. البستان يقلب الطاولة. البستان يعود. البستان يسجل. البستان يقول الله. ناقص هذا ناقص بعد. هو يحتاج الى لاعب زايد. لكن ناقص يولد القوة وطلق ومحاولات حديثة وكثيرة تتوج بالهدف الثاني. يا سلام. نعم عمي. تفضل حبيبي.
عنده واحد فستاني عريق لابس ثوب اليوم محمد العقيلي المعلق البلبل الصداح مالك الدليلي قول هذي قول الله 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 وفيه لمسة الجانبية يا كابتن اتلّه يعود يحاول تمريرة وماشي تتخلص في خطة خطأ وين ماشي ماشي فريق الوحدة الصادق كان متقدم وتأخر الآن الآن هدفين مقابل هدف التعويض مطلوب ولكن وهذا صاحب الهدف أيضا إبراهيم وفي خطأ في مكان خطير أيضا لفريق الخط ما تضيعوا الزمن يا زول ما تضيعوا الزمن الكلام ما له داعي يا جماعة ما تضيعوا الزمن اوه ما وين ما لها احد ما لها احد ضاعت الفرصة سجاد وتنقطع فريق البستان فريق البستان هل يبحث عن الثالث البستان يقدم اداء جيد في هذه المباراة وتلعب هجمة سريعة مرتدة بستان حول الله اياه يتشنكل يتشنكل اللاعب يتعثر الله 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 سليمة سليمة يا كابتن عالية بالراس تسديد الله 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 وين بعيدة بعيدة والحكم يناظر ساعته الحكم كرة ثانية كابتن يا حسني جد 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 افضل لاعب احمد بن عبد العزيز السودان صاحب الهدف يحاول و سلامات يا كابتن لو توقفوا يا شباب اللي خلوا يتنفس كان افضل يا شباب خلوا يتنفس سليمة ان شاء الله سلامات يا كابتن سليمة ما تشوف شر سجاد يا سلام يا سجاد يلعب لكرة يغير المسار فريق البستان يحاول وين سلامات يا كابتن ما تشوف شر البستان غير مقتنع البستان يصدق
الاسعاف لو سمحت سياره الاسعاف.